هاي الوكمان من أشهر الاختراعات يلي انعرفت بالتسعينات وتم اختراعه سنة 1978. كلمة ووكمان تابعة للاختراع يلي سبقه وهو المسجل الخاص بالصحفيين المعروف بـ بريسمان. سنة 1986 تمت إضافة كلمة ووكمان لمعجم أوكسفورد. الهدف من هالاختراع ما كان الاستخدام العام وإنما كوسيلة ليقدر مؤسس الشركة ماسارو إيبوكا يسمع موسيقى الأوبرا خلال سفرته، ومخترع الجهاز ما كان محمس له وكان يعتبر الاستماع للموسيقى بانعزال تصرف وقح. من الصعب تحديد كمية الوكمنز يلي انباعوا بالعالم، بس بذروة الانتاج بيعت الشركة أكثر من 50,000 جهاز بالشهر باليابان وحدها. بعد نجاح الجهاز أصدرت عدد من الشركات المنافسة أجهزة شبيهة فيه، حملت أسماء مثل ووكي كاسيت بوي، بس كلمة ووكمان ظلت الأكثر استعمالاً. مين قال إنه اختراع الجهاز أثر بشكل مباشر على إنتاج ومبيع الكاسيتات؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.